محكمة جناية القاهرة تصدر حكما بالسجن على موظفين أجانب ومصريين يعملون في منظمات غير حكومية بتهمة العمل دون تراخيص من الدولة. المنظمات معظمها أمريكية وكانت تعمل في فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك دون تراخيص، ولكن السلطات المصرية الحالية اعتبرت الأمر غير قانوني. عملوا تدريب لكوادر في قدموها في بعض الانتخابات زي ما احنا شفنا، وده كل ده ممنوع على منظمات المجتمع المدني. قضت المحكمة بخمس سنوات من السجن على 27 متهما أجنبيا يحاكمون غيابيا، وسنة مع وقف التنفيذ بحق 11 آخرين. بالنسبة للحكم، والحكم مسيء زي ما قال برضو الدكتور رأفت، يعني هو برضو قابل للنقض، والنقض هيعيد القضية تاني. حتى فيه تفاوت ما بين سنة لخمس سنين، ممكن تكون متمثلة في الأدوار، بس في إخلال بحق الدفاع. خلال الأزمة، واشنطن كانت قد ألمحت إلى أن محاكمة النشطاء قد تؤثر سلبا على المساعدات السنوية التي تحصل عليها القاهرة. وسط قلق دولي على مستقبل الحريات في مصر، يأتي قرار الإدانة متزامنا مع بدء مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون لتنظيم المجتمع المدني، خطوة تعتبرها بعض المنظمات الإنسانية تكريسا للهيمنة والوصاية الإدارية على العمل الأهلي. محمد شيخ إبراهيم، يورو نيوز، القاهرة.